waxa maanta magaalada Hargeysa lagu caleemasaaray Sultan Cabdiwahaab Sultan Cumar Xaaji Daahir. Munaasabadda caleemasaarka oo ahayd mid siyaasada loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay Salaadiin Cuqaal, waxgarad, siyaasiyiin, ganacsato dhalinyaro iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa Sultanka cusub caleemasaaray Sultanka guud ee Soomaaliland, Sultan Maxamed Sultan Cabdilqaadir. waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah salaadiintii iyo cuqaashii ka soo qayb galay caleemasaarka Sultanka cusub ee waxaana hadalladoodii ka mid ahaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa maanta lagu caleemasaaray Sultanka beesha Maxamed Cabdalle Sultan Cabdiwahaab Sultan Cumar oo ku magac dheer Trade, kaasoo ka mid noqon doona madax dhaqameedka Soomaaliland. xafladda caleemasaarka Sultanka oo ka dhacday Hotel Hayaad ayaa waxaa ka soo qayb galay Salaadiin Cuqaal, siyaasiyiin ka tirsan xukuumadda iyo asxaabta mucaaridka, abwaano, xildhibaano ka kala tirsan guurtida iyo wakiilada Soomaaliland, maayar ku-xigeenka caasimadda iyo mas-uuliyiin kale. caleemasaarka Sultanka waxaa ka soo qayb galay Salaadiin Cuqaal, ganacsato, culimaawdiin, xubno ka mid a golaha wasiirada, xildhibaano, siyaasiyiin, aween iyo weliba dhallinyaro. Sultan Cabdiwahaab Sultan Cumar Xaaji Daahir waxaa soo dhaweeyey isla markaana caleemasaaray Sultanka guud ee beelaha Soomaaliland Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir. lagu bilaabo
وعن سود وين يا شيخ عبد النور شيخ عبد النور إنه ينوقف بالأباء آياتها قرآنها بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القلوب وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم مناسبة إني وينو بلاب ميسا آيدي قرآن كرا لنوغو فرفري مر لباد وحان عنسان يا دقدقاقا دقدقاقا وآدو بدن إن دقدقاقا ليريو سيعين أقود الله مناسبة إني وينو قد قلينا حادينا سورد ويسان وينو سورد وينينا مناسبة إنن على مسار كي يعانا شكرا إنو فردونا سلطان كود إيه بلها جمهورية سومالي لان سلطان محمد سلطان عبد سلطان عبد القادر سلطان عبد الله سلطان ديري جمع ناس يسويه بعد وشيله مناسبة أنا أخرى يبي يجيه كذا أهوي مركب قف ربك ويه من الشوم ويه أتوال عليه مسارة إنه علينا نشد نيتي ما كريو علينا تعرف ما يبي وحقو على مسارة صار إن شاء الله علينا تيجي مسارة راب ما يصير إنت الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ما كسبت كلاياشا حفلة ده أو أي مهر رياض سلاطين تنقنكا عقاشا سياسيتا حبناها مرت الشرف حبناها كلايك للدول سيدا ملاشا أو تشيقا حبدي مع مدى كلاياشا وكيلا ده إيو بوتي ده كان عصتا ده وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن أنا
مدشة على مسارك سلطان عبد الوهاب سلطان عمر حاج داهر أما هذا سكوت عن سلطان عبد الوهاب سلطان عمر كريد وعند لنا هالمان سلطان هذا يا أبناء الكمال علم الله إن سيد عبد الله صاحب كشان حفلت على مسارك مر لبعض إيه مرسة بحاب وانا يجب أن أدعي لنا وانا كم هات سنتهين إلهي إذن كي كلمة القدرة يا وحوية إن مدش هو مضلعا إن هل كان هذا الكلام أولا دورا ما أذين تبقى عن كوكو بضان دورا إن سلطان كعصوب سلطان عبد الوهاب لو حكرة جيلية إنه ويليو مدح لبعا كي هل كان هذا دورا هذا الكيد وحو بضان دورا وانو إيوه وتسالين ما دام او يهل دليرا او كسو بيريا بحد دقنكا وحان سغنا كرجينيا مره ثانيه مره ثالثه با انو هادلدان دغن دونو ما دام او سوقا كقيب كليو عاد يا عبد الله سنتين وبالله توفيق اد بو ما سي هي شيخ عبد موسى ان وان لسو دوينيا سلطنت لبتكستي مانتا عين هالكن كو على مسار اينو ان هران روسي سعون دونا انيغو ادي دي كو عدسان ايا مداشو نمضان نقان اي تحاي وقاين كان دقن كان ادو كو عدسان ايا كلمة دها سين دونا ويو قف ليلين داد حضر قيبي ايا هرطا اوغو ايا مضان او ليس دير او مقعي كوبري مركب او بيبو انتي عن كتاكو ادو نقر هالي قلين ايا وضياشتنا كي عقلنا حق عقلنا إن شاء الله كلمة عقاشة أيام بذكالي دونا وحنصور دوين يا عقل علي تامع كاهي أهلو كان كسلام يا معلم تن شرفت إيه مدنا تلي حفلة دبرة كيسا يا كسو غير كلام سوال إيه مريح لهذي يا بجاه لهذي يا سلادي لهذي يا برسات لهذي يا لواني علوم هاي ما تحرر دبر كيسن وعم السلام يا سلام يا سلام كان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا وحيد راعي سلطان عمر سلطان عبد الوهاب سلطان عمر الحاج الداهر وأركان روح على مساري يا لواني مع سلطان كيبوت يا ما لحد يدرك سمعنا حجبهم غناي أي أنا كان يقول إذا بالسلام يا وحما لك يا زلالة يا سيادة لي كسوة بكل يا شميل فرق يا ميل دو يا ميل دي حبك فرقيني يا عالم إقاه وحما لك بالسلام يا سلام على الإسلام كان سلام عليك ورحمة الله بك وكل ما تدهين أليات بو ما تدهين والسلطان صوف علي وحما لك صوف علي سلطانك وحما لك بقبل بالموت العالم إقاه وحبنا دولة واجب فربنا وعالم يا وأنا بدك صوب حيوان بصوب لي فكر من الغماء وحلالة إن شاء الله وحن غدر ندوي سبحانه سيئك صوب حا نبي فروا السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هران موسي سعنا يا كلمة دي عقاشة وحرمية يا شيف عاقل عبرسا أسكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكة هذه وحن سلام يا مرتشرف كبيرش الفضلاء قف قلت تكتك ليه إمام سلام يا وإن هذا تكسر قلت لا يسد من أبو العلمية لكن قف قلت تكتك ليه سلام يا سلام يا waxaan duceynayaa in ka soo baxo wadadii in kaanu weeyumaan salaadii toob waa noocayna toob meel aan ku dooranayo sababtu waxa weeye bakaroob waxa soo fadhiisay inaa farta suudaan farta kama magaroof ka la siinay hal aan la siin maayo inuu ku wax la gusiyo in ka oo سلطان مولى يوين هيلين انا كان يوين انا مولى ما حد يعرف بقاش بروف الجمهوري اللي تاي اللي تاي كف ما هو انا كان وانا دعاني انت او نمر دعاني يا
وحن قد عيني إن السلطان كا وقف ليه السلطان محمد كرامتي سياسة السلطان محمد وادي وادي كاره أدين وادي عالم أريه أدي لعجرا ما رفعه أربعة وقليل إلا واحد من بقول يخطب هبرتين السلام تعالى واحد ترى السلطان يدري ترى ده إنه أدي لعجرا ليه السلطان كان خالد ولا يكترين Tetapi orang orang itu ini juga ini, ini umrah yang agak awal. Maka orang pertama itu Sultan. Hanya orang yang pertama lah, orang pertama lah orang mulai lah, lah kaya macam ni. Itu kalau orang orang sahaja itu dapat. Wah, kalau orang orang Muhammad, Muhammad Abdullah. Jadi, memang bismillah Allah Taala. Sesudah sudah Allah mukhro. Ibu bapa yang kami. Orang mereka pun masih saya bercinta. Jadi, mereka jangan kerana orang orang semua pun mereka pura alis sendiri tu bercinta. Orang terasingan. Terasingan merhati alis sudah mukhro. الحمد لله رب العالمين. مهلا بعد
مناسبة شرف عند قابسية عند كسوق يبشمون مهتين ومهتين انت قلت لكم مناسبة سلطان عبد الوهاب سلطان عمر حاجي طاهر لو على مسار ايو وحن لا يوم كان هذا يا قلت الراس وكان الشيء سلطان كي هنا سلطان كوريه ايو سلطان ديري يبا عندي اي سلاطين تو هاي انا فرت الراس اي ترمامي ري قارهان وترمامي مو كان الشيء وحو كان الشيء أفرت قار أمر كي بليما هاي فنقير اي عند اي سلاطين توين أفرت الهير اي قارو ترمامي ee diba ku sheegay buu ka dhashay horta marka hore taas waa min isagana aabihii iyo awoogiiba way tirmaanayeen anigu isaga mid baan leeyahay inteena isu timidna mid baan leeyahay intaas labadaa mid baan kaga bixi doonaa hadalka isaga suldaan abdiwahaab waxaan leeyahay waa lagu ducaynaya waa lagu ducayn doonaa waanana waan kugu darin waanadaanu kugu darayna waxay tahay soomaali waxay tii ahaa madaxnimadu waa geediya nigaani waxaanu leenahay madaxnimada lagugu caleemasaaraya nigaani ha noqoto madaxnimada nigaaniya ha noqoto oo soomaalida waxay ku mahmaadaa waxa layidhi maxaa dhaawaca baa layidhi madaxnimada maxaa dhaawaca saddex baa dhaawaca baa layidhi waxa dhaawaca karneexsan iyo gudoon jilicsan iyo gacmo guran baa dhaawacaa layidhi horta saddexdaa iska ilaali saddexdaa madaxnimada dhaawaca saddexdaa iska ilaali madaxnimadaaduna madaxnimo degan oo dabda socod leh oo inta ku boqotay la tashata ha noqoto aqalka waxaa laga dhisaa seeska dee haddii aan seeska laga dhisin miyuu dhismaa aqalku inta ku boqotay haddaada la tashanna way dhaawacmaysaa inta ku boqortay ee ku caleema saartay ee garabka ku haysana la tasho ilaahayna tala saaro cadaalad loogow anigu intaasan adiga ayaan kugula talinaya cidda boqortay ee raaska boqrayna waxaa leeyahy waa raas boqorka ku filan laakiin boqoraan garabka la qabanay dee boqor ma noqday garabka haya garabka haya arin ahaan iyo adduun ahaanba garabka ku haya baan leeyahay idin kale intaasaan waxaan hadalkeeda ku soo gebagabaynayaa horta dhib weyni haddii uu hadal u kaco intaa ku hadal kuma hadlay hadalka intuu gaarsiisay inuu ka hadlay sidiisaba dalkana waxaan leeyahay waxaynu ku deganay sow nabadda maaha iyo dowladnimadaynu haysanno allah ino adkeeyo allah ino adkeeyo nimcadaynu ku jirnana ilaahay waxaynu baraynaa ilaahay allah inoo kordhiyo innagana allah ino tuso oo allah inagu anfaco boqorkaynu boqornay waxaynu ugu ducaynaynaa xilka la saaray allah ku asturo ilaahay xilka la saaray ha ku asturo cimrigiisana allah ku ilaaliyo arrintiisa allah ku ilaaliyo cadaaladda allah ku ilaaliyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu kii gudo xilkaa la saaray noqdo subxaana rabbika aada buu mahadsan yahay cabdiweli waxaan si weyn usoo dhawaynayaa ood idinkuna ila soo dhawaysaan oday cabdulle oday calasow bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin horta aqliya quruxba lama rogsan hanu qabin in hawiya saana wada fildaran yahay dadkii camalkiba waa yaqaanaa hawiya dadkii aan aragsa waxa u qabaa oda cabdullo kale iyo wada yihiin oo koonfurta ka soo koonfuday horta waa idin salaamay boqolkii tobankii afartaan idin ku salaamay suldaanka la doortay waxaan ugu ducayhaynaa oon kulana dardaarmaynaa inuu sii suldaan maxamed nin laga dambeeyo oo dalka iyo dadku ka dambeeya allah ka dhigo warka haddii la badiyo rijaab dhammaanaga wada dambaysa waxaa fadhiya ragiga wada aqli badan oo ugaaska ku jiro salaadiinta ku jirto oo siyaasiyiinta ku jirto waxaanu imid ma ahan war badan quf ee waxaanu imid in haddii meesha la yimaado ninka maanta loo yimid waa nin ciidankalaha sheekh cabdi waxau ciidankalo kaliya hawsa
oo ku dardaa ninka waxa loo doortay inuu Soomaalida dhan oo Hargeysa joogto oo loo naqdo Sultan waxaan kugu nimid oo calaamada sarkaaga soo qayb galnay inaad tahay Sultan Maxamed oo kale iyo salaadiinta lamida inaad garabka naga qabataan kugu nimid warkuna sii badan maayo magaciisa ragna ma u fadhiyo oo rijaal oo wada salaadiin oo wada aqli badan salaam calaykum
haaji cabdiyo ilaahay waxaan ka baryaya inuu noqdo boqorkii waxtaraha ee loo ahaydo ee dalka iyo dalkeediintiba u ahaydo dadka ka soo qayb galay oo dhanna anigoo ku hadlaya magaca abtinimada iyo magaca reerka ee guud iyo magaca suldaankii guud oo fadhiya dhammaantiin waan idiin mahadnaqayna oo garanaysa waan idiin mahadnaqaynaa dadka halka isugu yimid garanaysa ilaa koonfur ilaa waqooyi cid walba leh magaca reerka anigoo ku hadlaya waan noo mahadnaqaynaa waanan soo dhaweynaynaa magaca suldaanka anan ku soo dhaweynaynaa iyo magaca suldaanka guud iyo magaca mid walba waxa weeye waqti adag baynu galay oo kolay dhaqankii iyo wax badan baa iska bedelay laakiin cid waliba inay isilaaliso weeye waa mas-uuliyad saaran waxaan inayaan dhaweyto idhi qolaan meel isugu dhibin laba xafladood ayay hadeen soo ka waar suldaanka soo kac laba odhan jirin halku joogaa u buddi hadalka aduu magacaasi jordhigaasi teetalkaasi jiro halku jooga waa inuu ka hadlaa oo ka jeediya ondi hadalkiisa magaranay siyaasiyiinta iyo fanaaniinta iyo dadka dowladda u shaqeeya waxaasay soo kacdu ku wanaagsantay dhaqanka in gunta laga gooyo maaha suldaan maxamed oo kan maanta inala fadhee waxaan idiin sheegayaa salaadiinta soo ka ninka siyaasiga waa dee soo kac ku wanaagsan iyo ninka odayga ee kale iyo suldaan dhaqan baynu lahayn halkaa joogaa ubaa lagula hadli jiray waxaan ku ihi war waxaa jiri jirtay haddii la isdilayo oo la dagaalamayo inaan suldaanka magaciisa daabeenkii la sheegi jiray ila waa ummadda dhan kurkeedii waa amgaranaysa inaan socodka lagu badin jiray inaanku joogo si aanay qol kuu garanin haddaa soo kacuun tidhaahdaan waa mid subxaana allah oo aanay wax inoo yaallaa oo mustaqbeed jirin maashi waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baraynaa cabdiwahaab inankaanu abdiga inuu ku soo beeranu adeerka eenu aabbihiisa axiba aabbaha wax badan buu dalka ka soo taray wiila shaqeeya aniga waanu wada shaqaynay iyo sudaan maxamed iyo ifre fircoon oo wanaagsan buu ahaa reer magaal barakaysan oo odaynimada ku shaqeeyuu ahaa markuu doonana reer magaala oo magaranaysaay reer magaalnimadu ay baxnimaduna ay ka muuqato meesheedu ka dhasho dee saaxib buu ka dhashay dhega wayna u abtihaade ya raahibba u abtihaade halkaasoo fadhiya waxa weeye ilaahay idankii magaca wanaagsan ina uu kaa soo horreeyay reer xaaji daahirna reer wanaagsan bay ahaayeen waan soo gaadhnay ragood iyo xadaar bidhaan gidigood waan soo gaadhnay nimo wanaagsan oo eeda badan oo tarkood wax ku taro oo dadka wax ku taro oo adyad ama deebaha ilaahay idankii inta iyadii iyo deganaashiyaha iyagi iyo kaa baadeegladana waan isku naasilaynaa o marka maanagu fadhana haddaannaa u qabulsan lahay baadeegladu way qaboobaysaa markaa ilaahay idankii waxaan hadalkii isa warmarinayaa suldaankii jiray ee jooga ahow wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu farax aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa mas-uuliyiinta iyo marti sharafta oo badan darteed in aynu kelmadda aada u soo gaabino si hadalku inoo wada deeqo horaan ugu sii soconaya sulaadiinta waxaan ku soo dhaweynayaa suldaan maxamed axmed suldaan cabdiraxmaan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuri dunya wadiin marka hore madaxda dhaqanka ee madashan maanta isugu timid siyaasiyiinta xubnaha golayaasha qaranka ka jooga guurtida iyo baarlamaankaba maayarada samaayir kuxigeenka caasimada iyo maayarka gobolka sanaag dhammaan mas-uuliyiinta kale ee qaranka ee halkan fadhida axsaabta mucaaridka ragga ka fadhiya siyaasiyiinta iyo ugula fadhiya marti sharafta haweenka xagga dambe iyo ugula fadhiya dhallinyarada saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baynu u mahadnaqaynaa awalan ilaahay na abuuray ee islaam inaga dhigay ee ina arsaaqaya ee nicmooyinka aynaan koobi karin ina siiyey baynu u mahadnaqaynaa waa ka cudur daran inaa iskudaraada madada ahaan naga weyno odayo dhaqankana wax badan uga soo joogay marka xagga cimriga laga eega waa idi fadhiga u maanta aan ku hadal oo tiisba ku hadal inkastoo loonagu dhalinyaranaayo laba kelmadood waxaan ka odhan doonaa kelmad waxaan ka odhan saldanada ciidankale ee maanta ay nagu fadhino ee dhinacaygaa midigu fadhiyo suldaan maxamed suldaan cabdilqaadir suldaan cabdillaahi suldaan diiriye suldaan xasan suldaan faarax guuleed cabdi ciise marka aan sada
diri Hasan baan tusaale u soo qaadanay sadarada dad taariikhdeedu way dheereeyd Sultan diri Hasan baan tusaale u soo qaadanay Sultan diri Hasan wuxuu ahaa ninka abhiis sudayay oo Sultan Hasan ee wuxuu sudayay Sultan Faraha ee markaan sidada korba loo soo saacan xagga hooyada marka loo noqdo awoogii hooyo garadboor ahaa ee uu Sultan ahaa ee abtigii uu ahaa garad Cabdale ee uu Sultan ahaa ee inabtigii uu ahaa Sultan diriye garad Cabdale shanta ninka wadaaga dig iyo daarood iyo hooyo iyo raxweyn Soomaali cidheen ee jirto waxaan leeyahay markaasi maanta sadarada ciidan galee maanta inuu fadhino de kulli laamihii ka biqlay oo awal baadan oo maayo waa nabad laab badan baan naga biqlay ayuu ka mid tahay tabaad ilaahay inuu fadhinaana xilka dhaqan bilgaha dhaqanka marka aan nabadda soo koobay kelmad iyo laba ka idhaahdo berigii hore ee dadka buraga daaqsada ayno ahay ee waqtiyada sadarada baa weynay jireen ee ingiriiska ka horeysay dhaqan ku ku ahaa sheyga qulay lagu kala badbaaday ummada isu jiiday habeen iyo maalin ba sabatar iska ah waxaa sala soo qaadanaya waqtigii ingiriiska lala joogay gobolnimo doonkii heerkii uu ka qaatay dhaqanku Sultan Kadanga ayaa xiga Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir Sultan Cabdillaahi Sultan Cabdillaahi Sultan Diiriyo oo uu yahay ayaa wuxuu yahay Sultan Cabdiraxmaan Sultan Diiriyo ahaa iyo Michael Barbeeyo Dubac yare iyo Sultan Biixi Foley oo isaguna dhagaxbuur ka socday gobolka Jarareed ayaa tagay Ingiriiska iyagoo oo markaa inaan reserve area la raacin Ethiopia qadiyad noocaas ah u socda wax la yiraahdo arintaas way dhamaatay dabadeed markaas inaga ayaa xurriyada daba doonayna 1954 kii baa ahayd 1944 kii lixdanka la idin siinayaa badan horta baashan quruxda badan ee marnay naga runtay in badan oo qaran oo soo dagaalantay cidii keentay dawa cidaas sabab u ahayd oo initiative kaasi la intaasi la loogaa waxa kale oo aan kelmad ka oran doonaa iyadana dhaqanku maraakiibkii faraha badnaa ay soo maray marka taa laga yimaado waqtiga aan ka hadlay ee xurriyadda Ingiriiska ay doonayeen in laga soo bilaabo ilaa maanta haday halkankii dib u xoreyntii tahay haday dib u dhiskii tahay haday ku dhigisii tahay haday maanta taa caare ay ugu dambeysay bil ka hor ahayd ama bil ka hor ahayd cidda meel walba duugaysa ee labada sababta oo ay dhexda u dhigatay wax weeyaan salaadinta iyo umaasha sultriga walaa yaa labada siyaasiyiinta markay neer riixayaan inay ay raadaan haye jeerada oo siyaasadda soo gelinay laakiin warbar jacayl loo noqonayay siyaasadda in heer ka gaadho oo xisaab furano oo wadankaas quruxdaasi u yeesho madaxda dhaqanka oo farxay weey waxaan soo dhigayaa kalmad iyo laba aan idhaahdo Sultan Cabdiwahaab Sultan Umar Haaji Daahir oo runtii aan aabihii aqaanay aabihii oo ahaa nin qiimo leh nin hadal cad nin aan runta ka gaban nin dareenkiisa soo gudbiya nin ku soo jeedinaya oo qofka bini'aadamka oraahda uu ku oranaya intay soo jeedsanay uu ku soo jeedsanay baabule yar ragga noobay maanta ciidagada mana aqalka cabsaar ay imkaaga ka hadlay iyo Rashid Faarax Jaamir Kaayin iyo dhowr nin oo kale ee heer ku martay rag xagga hadalka gaarsiisan oo aan arkay kasoo ciidagada dhan aan hadalka u timaa waxa leeyahay marka Sultan labada kamidooda dadaran kana oo kaga baxay boorar iyo waxa weey shalay Cabdiwahaab un baad ahayd oo wixii aad tiraa Cabdiwahaab un baa yimid maanta xilliga laga bilaabo markay inuu halka ka baxna waxa aad tiraa dad baahdeelo dhan baa yimid tiriyo umado dhan baa mas'uuliyadeeda ay tusho ridatay afka wixii aad ka oranaysay iyo adiga halkii aad dhigaysan inaad ka fiirsato mas'uuliyadda aad qaaday taa weey talabaad ee maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan muuse daawuun sultaanowaad noqonayo ummada soomaaliyeed oo dhan baad u noqotay ku kasoo wax dulmaya wax lagaga baahan yahay inaad tiraahdo warkada kii la dulmayay inaad xaqiisa u doontay intii italkaaga ama lagaga baahan yahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xilka ayrankaas ku astro sultaanka cusbaa ee macalin masaarayno waxaan la hadalka ka baxayaa ku soo gabagabaynaya mar haddii sultaan maxamed sultaan cabdiqaadir sultaan cabdillaahi sultaan diiriye uu joogo anigu aan joogo sultaan ibraahim mowlid sabreysa uu fadhiyo mujaahid ibraahim cabdillaahi xuseen oo fadhiyo halkankii ku sunfaray mujaahidiin kale oo afar fadhiyaba oo shaabadii badaaway ku dhacday asax weey sudaankii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ay hadalka ilaa ay dhameystaan inkastoo mar labaad iyo mar saddexaad ba codsanayo hadalku siduu inoo wada deeqo inaynu soo ururno mas-uuliyiinta dawladduna way inoo joogaan anigoo ku guda jira sulaadiinta waxaan siinayaa hadal kooban oday cali feyga isagoo aan sudaan hayna oday
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرمرين حوالي على روح السلطان يبدي يبقمي يبدي يبقى حاسس بها شهدتو قشتة دماء نور الله عليك يعني سبب من الميبان أمر بحر إله بام بحر له إله بام بحر الله قيلا من قبات كرمضاش يبتن قيمة بدل له سيد الموقع يمي ساك للنوص وعميري روتي مدحتي يلا بنتي وحكرت لي السياسيتي لما انتو تفضيو وحن نقول سلام يا سلام غفو الله فضي حلقا من كهيس يا مالوس كيسا وكوفا ديو يا روتي نقول سلام يا ديت الكيسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورا لو ان هذه مرعيده مشيئه قاعده كتريسا بكاسا سامتي عروسو ويي انت بعدي هل كان ما انت بتجي وحنا كو على مسارنا السودان عبد الوهاب السودان عمر ومن اللي يراه هو قلما ورجل صاحبي وقعد رسم في كري وقعدت وبنتي مانتا حكا كلو بما مضي قاري كلا من كهي دينالي وحا مدى انو كود اران بايوا تيمين هلان كهلا صور ريو لبك المدو دو دردارنا ايوبا نرون اياه وعلى سلطان مانتا وحاد قارت من كهي ومن كهي دقا كاه ومن ساكي لشاقايا ايادهم تي قارتي وحلقة هاي وحوية سلطانكو أما سلطانكو وابريتش كيسكوح لأو مقع وابريتش كيسكوح لأو مقع يدقلوينك وابريتش كنبطع وابريتش كنبطي بوسو بنتو وكيف فوين اللي حرصده وحبطة الدد كيسكوح يسا فكما أنت كلقة هاي هاي إن بوتي وتاوي يعني وحلقة هاي هاي إلى نبطر حبطة ومدى اسكو حيسي بوسو انتو قيد كلاو دا حرصدو يا سيدي لشيغي وحيابها صوبحة وحيابها صوبحة روتي تدك النحلو دي بشيد النحلي دا اسلاحي روكيني كرسي قاقا اي روتي قبل عمتو وقعد كل ما يسو اي اللون بحي روتي إلا عسا فسو روني اسو دا عبدو هابو حملي ما انت مدش اتن انت اسو بالقاء المتكر يا ايوح يكون على مساريا يعني. الى اللغطه بريج كوين رمت اسكحنا مشهد التنسيوناني قال لما انت نبدا اذا كشف هيا كنت على سنيو وضع نوران حاين وحيالها اللي هو لي ما دنا سلطان توا الله صوف ورقا وهبين كيما لوي ما دا عرفك لو تورقا الى السلطه واقع لو بني واقع وأنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأجمعين حفلة قيمة حفظت غاية حفظت لي ما تلو على مسار يو سلطان عبد الوهاب سلطان عمر تريب بيشة إذا قال أما بيشة بحد ديلو أي ما تقصو كردية بحد نبكا ونصول ويننا بقول كيما بقول ونصول ويننا مسؤولية تفردنا مدشا سلاطين تعقاشا سياسيين تحلمانا مجاهدين تروحيقا إبراهيم لقوينا إيو مجاهد عمر حسن قوري سلطان محمد دوي سنغنا سيقارا نوصرام جو سيدة دي حري ماير حقين كينا كارمتين وهاي دمان حوي وينها بيش حقيدا قلي شبورة السومالان أما السومالي عندي كفر لدى دماتي وعدكم السلام يا سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلة دلوا حفلة دقام
كلي دمكي أب سوالك نوعه هالستعيد أكلا هاي رهضة بعيد أكلا كاغو هرتيل وحبب ما هرسنا وحرر تبين شعري وحضر وياه هرسنا بقى يبين يا رب أكلا عباش يسي يوم ياش يسي وحدر تكيس ولا حضر كمان دمكي تيساق وهالستلا تينو ما شعرت واحد راح نوعه هني ما بتجري دعاية تدار أبو هرت نوعي أنا عدت الصعوب بدرش فردانا وبعضت هاي السودان هنا وحنقول تدار من السودان هو الصدر الحرام وأنا الله الشيخي قيمة هاكنا هو الله الشيخي كي والد كان هو الله الشيخي أنا أقول لهم بعد ذلك كان بمسون نوير إلا إن شاء الله كي تلكي سيد تلكي سيد ينتي سوا أنفعا إن شاء الله إلى هاي حكاية يرو وحاد وقاتا عدالة ويبكا صادينتا سوال الله كل ويفرقتين سياسي تروين قبتين كل سياسي ترايك واستعمالنا كسياسي ايك تاجر ايك فضير خايب تبين ابنح من المطلوب عدالات فشال ايك باهي حق هاتيك قارتي بما تكتك ايسا تاو حدو قاتا عدالات بعد الان ايسا وبقى في السومالي انا وارد ماي هو السودان السومالي دو حالي هو السودان وحتى جمولية السومالي لانو سوكر داي او ابتر صدي او نحلتويا او وحبدا بكتر الدورة بعد أن نقل كيئة ومدرسة تلكيسية تدكيسية دينتيسة وكي أفعال الله كهي يلو سوبال لاندر لماذا أنا دوغاني سان سوبال لاندر وكي حساسيات بانك قوايو ولي بحاشا وحي لغا سوبال لاندر حيث نافض عنو الفرد عنك إذ بحاشا سوبال لاندر حيث نصو سارتين بحاشا سوبال لاندر حيث نصو يطولي دي ويطر عني چار ده حيث نحن بطو سوبال لاندر كرم سوبال لاندر سوبال لاندر حام مالي بيولدو كل يلك سودان وعلى على مساري ما بدنا كعل عليه سعد رسولي أما هبر ولي وسودان صومالي مع الوحة فرديا هو كيبين بيدا وا ورد الصومال قبل بعيد من برا إلى هرقيسة من برا إلى هرقيسة وان وان مرح نقبل كلمة بقى دي بتوع كولي وريانه كل كشنا دوار لو كل صومالي أنا وحمار نسوق المرة الصومال لاني صومالي ما خير أنا بريد إن الواحد بدار يرعاه ولا ديني جمهورية الصومال لما نظر عرب قوات كي ولا نقول له دولة كي تشتغل وحوي اللي قبلها يا مكاين هذا الحياة واحد بوداي مكاين ما قعد الصومال يركوي يربط الصومال لنا مركا هذا الكوان بديي عندك السوق السوق يبقى شنو وين ما هتصنت هاي السوق ده واحد وقعدها صدح ودول شيء عسل يقع عمونا يقرا صدح راس الدلاء صدح دارو ونكاين دعائنا إلهي صدق رانا إلهي كان بتقليه سلطان محمد وكو على مساره وكرتو سلطان كي سمال لكو على مساره على مسار ده كو هرسل بجري ده سلطان كي سلطان كي سمال لكو تكون نقطي بركو سلطان محمد كو على مساره سلطان سمال لكو نقطورت أنا قلت سلطان محمد وهرعي على مساره كل سلطان اللي يرانا واسهي وارب سول الولي ما عفلت روي ما هتصدهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin ka codsanayaa jabaqda oo aad u badan si aynu u kala bogano oo aynu u kala dhugano kelmadaha dadka miisaanka leh ee xafladan inoogu maamuusan ee inoogu sharfan marti sharafta waxaan aad uga codsanayaa dhaqdhaqaaqa iyo sawaxanka si ay xafladeenu si qurux badan ay inoogu dhammaato sulaadiinta laba saddexdii suldaan ee u dambeeyey baa ii haray insha allah waxaan siinayaa sultaan cawil maxamed warsame bismillaahi raxmaan raxiim xafladan qiimaha iyo qaayaha iyo quruxda bale ee si wanaagsan loo isu maqaasimay ee lagu caleemo saaraya cabdiwahaab sultaan cabdiwahaab cumar sultaan cumar aad iyo aad baan u hambalyeynayaa aad iyo aad ilaahay baa mahadle hambalyaanle hambalyo dhammaan ka soo qayb galayaasha magac kastay leeyihiin hadday tahay suraadiinta hadday tahay labada gole hadday tahay labada xisbi mucaarad hadday tahay xukuumadda hadday tahay saxaafadda cuqaasha haween weynaha dhallinyarada iyo ganacsatada iyo culimada waxaan idigu salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam ka bacdi waa xaflad dhaqan duco iyo dardaarman bay leeday duco iyo dardaaran bay leeday waxa weeye cabdiwahaab waan xasaday qura xagga ay ka wada yimaadeen ayaan xasaday war ninkana xaggaa markuu ula jeego suudaanun baa loola jiray bay dhahay minallaahigaa
ninka meesha waa joogay waxa sheegay qaar kale oo reer koo aan xasadeynaa waxa yiraahdo wallahi suudaan baan u dhigay oo baantaana qor suudaan tahay ilaahay ayaa ku ku keenay marka waa mid min allah oo de tuun baan ku dhawaa maanta lagu dhawaaqay suudaankii jiraa hoon waxa weeye arahay ku hadlayo magaca dawada qaartaaga dawada suladiin badan bay u leenahay waxaan u jecelay wixii maanta dhaqanaan kugu dhaafno oo kugu barbataagnay waa kugu hagaynaa daacad baanu ku nahay diyaar baanu ku nahay tan soomaalilayntana waxaad seetaa british baad seetaa british maato caalamkaoo dhan baad ka tegaysaa mid soomaaliyeed iyo mid ajanabi mid walba sultanada aba way saamaysaa ogo ha ku soo koobin somalilayn marka somalilayn timaado ee dan baa ku baday laakiinse nin caalamiya baa toowaad ka sadaysaba somalilayne halkaa lagugu boqoyee la sheegayey dee sultaan caalami unbaad ka ahaan doontaa waanan ku ducaynaynaa aad iyo aad baan ku ducaynaynaa insha allahu rabbilaahi kariim in ilaahay kugu gacqabto in ilaahay kugu asturo annana waa kugu diyaar baanu nahay haddaanu nahay sulaadiintii ardaada waanu kaaga sokaynaa kuwa kale waxyaaba badan baan hoos kugu sii sheegi doonaa xagga abtinimada mid aanay gaarin ayaanu nagu hoos ku soo joognaa afar ilaa afar saacado kober waa joognaa tii ardaanimadana waa sii arkayna asalaamu calaykum waraxmatullah aad buu mahadsan yahay waxaan kelmadda siinayaa insha allah biidnillaah suldaan cabdillaahi lay suldaanka meesha arab kolley waa ardaaga ugu dhow insha allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد مركو روحا لديكو السلام يا سلامة الإسلام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتي ونورا دي كالاقورا إلي هذا الكبال المريي ووحل إلى ظنفة دلماي هلين عرب نوات الله كان لك قرنا واقيا وقاتوا كفتوا بمايو هذا إيه عيدة كالي عرسة كريين والله الرعي دا قلاه وكل هذا كفتوا بمايو دعنا وقف سنة وينية وعنف سنة وينية سلطان عبد الوهاب سلطان عمر وعنف سنة وينية بحر الرقاكا وعنا ربنا الله سنة وينية وكل سنة وينية بحر الرقاكا من نواف الله من عيحك أكوف دائية وحالة بقاتا بس بحر الميشي كيني عدال يدع عدلوه waxaa sabab ilaahay u hidki wa ayaa qoraysa ilaahay baa ku weyn noqonaya daacad hadda daacad ahaato aad wax badan loo maayo waxa sharaftanay halkaas soo fadhiday abtiiniga weyn ka mid yahay abuubay waran caadlay halkaas soo fadhiyo abtiin bana soo fadhiyo cufisa soo fadhi leeg soo fadhiyo weyn salaam iyo dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan saxayaa waxaa inala joogaa boqor maxamed boqor ciise ayaa suraadiinta beesha carabi nagala joogaa marka waan saxayaa inkastoo kelmadii uu ka cudur daartay waan bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan usoo dhaweynaa suldaanka cuse oo walibana waa suldaan u dhaleera waa suldaan waxaan ku leenaa cadaalad saaxadda siyaasadda lagu soo dhawoo walaa tuutikucala wasaare suldaankii kuxogeen suldaan maxamed suldaan maxamed u kacala wasaare aad baan kuu soo dhawoyna ilaahayna xilkaa kuu fudeeyo waana maadsanti qaybtii salaadiinta waxay ugu haday ugaaska insha allah marka waxaan usoo gudbayaa siyaasiyiinta iyo xildhibaanada insha allah waxaan soo dhawaynayaa ugaas xuseen geela abokor الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وامرك اورو الى ابن ماضه الى عدد السلام اي نغه دغاي نبت كليه دي نسيي ايمان كاي نو يالاي الى اسن مرك اورو ما مدغنا مرك حفتا وحنو ما مدغنا سبحان محمد سبحان عبد القادر وحفدني نغه معصومي nawaa mahad celinaynaa kasoo maaragtay kasoo qaybgalka casumada uu noo fidiyana uga mahad celinaynaa biidnillahi kariim marka saddexaad
وعمل سنوبس كل حسب أتوقع حفظ الصحراء سياسي تكرر بي بعدين ما هي قال الله ربتك أنا وحنو حبر وداعين سلطان عمر بن حبر وداعين أبتي هالشيء نوكون على رأيك فديا أبتي هالشيء تكرر نوكون كأي سوتشي ده سلطان لا نوكي شيء كسوق يبقى خد غلط إذا أبتكارا وأبغى مهل عليه نصدق كسوق يبقى لا أنت عمل كان كذا يبغى الغلط دين إذا قالوا حن إذا خلاه إذا قالوا إيش سلطيت إذا قالوا إيش عبارة من تساجد قربا ندعته صح وقت كلا وقت ما نجوبتي دعوة إذا خد من قال عمر ما تصار تبى نشجع محمد إذا سلطيت إذا قالوا إيش ندعته حكينا ندعته إيه نسمع سلطان كان عمامة صار إنه تيتا صار شو شيء فكر حق هو عين كم هي عين كم هي إيه ناس مو بنا ده شفت أنا لو هذي كده ما نص صار شفت محمد ما نص صار كنا ما تنا قا صار إني ده برضه يعني سهري من البر إيه ناس مو بنا في هذا كله وأنا أقول لك أن أنا أرى 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 أن أنا وأنا أقول لك أن لكن أنا أقول لك أن 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 وين عارف كل بعد الناس وما لنا شلي بيقولوا يحول مدينه وين من حوينا عفر ما تسلامي وارتو سلامي من الصومالي من القرن مركا نقول مين من حوينا واتيل قهر ديار انتيسا مركا حلا هاي اللي بيحكي في عارف في الصومالي سلطان كان وهم ما نرني يا سلطان كرير كا قال تشو هو قوس قال تشو كل قوس ده نقول ريال كانوا حلاها وارتلا دينو بس بيجا منو ريال بس قال أنا سكون السودان ما كان لقى تقول بين ريال بس قال أنا نومي بان وضرنا ما إسكتوبرن وحلاها إسكتوبر كيس ريال كيس نون ما كان حلاها ريال كا سودان كا دعوة ما مدة ساعتين حسيت تاني لما أكامي أنا شو بدمي ورنا حس كلية قرآن سامعوا سلطان كاظم هو سؤال قمر يدي اسم مقال انه سلطان كاظم رأيهم معارض كفرنا خير عليه محافظ كفرنا خير عليه لا ولا شيء مقال عليه محافظ كفرنا يدو كيسان معارض كفرنا يدو كيسان خير عليه ريال كونا وش خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أدو بحتي هاي كلمة كلمة عن صحيح سلطان لايت وسلطان عرب هل كان خلاص يرفع نعي ما كاوحنا وقع هنا انت عصحه إيو بورك ها سكر هذا الكنيسة يلا ما دوبار بيش هسيك السودان ما هذه أسبوع سوق حالته حق سياسيين تيجوا ولا يش على يلو بود بيا لا بس تحبنا ده كلنا نشارة نحكيلين دونا انت عصحه سنة وقت كنا ويجري وقت كنا قابسوا حسن ويني حسن سودان كأبي بيات صاحبه هاين ما كان يقدر يقول صلي على الكعب وصلوا على حسن فرور نيجي على يا ولد يا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر ترين الله ونحرس كده كأمون نبي ريم بارونا يا
ducadii hore way dhamaatay horta arfaan oo anaa ugu xiga shirkaas oo dhan ku afisheegtay iyo ku adeeg sheegtay iyo sheekadiin aniga iga xigaaba jiro iirankaasi waxaan leeyahay ilaahay codkii xaaji cabdi aan ku siiyo ducadii kale way dhamaatay haybadii xaaji cabdi aan ku siiyo waxaa kaloo kugu dardaaraya nimankaa qurbajoog ka way qabyaalad badan yihiine qurbajoog baa tahay qabyaaladda ka saar oo nadan qabo wixii qurbaan ka yimaadee qabyaaxis waxay nagu hayaan hawl baran reeraha ayay lacag uuriyaa waxbay nagu soo dhex tuuraan nimankaana laga jar oo hana daayaan dawladda shaqadii waa u diiday adiguna u diid hadalka intaasaa kaga baxaya idinkuna wada duceeya wixii dhintaan loo naxariista assalaamu calaykum. Waxaynu sii socon doonaa weli ma gaadhin meesha geediga u soo raray. Waxaan u gudagelayaa mas-uuliyiinta dowladda, xildhibaanada iyo siyaasiyiinta madashan fadhiya ee sharfan ee miisaanka iyo milgaha mudan. Waxaan ugu horreysiinayaa xildhibaan Abwaan Beeg. بسم الله الرحمن الرحيم قبيل نستعين على أمور ديار الدين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم علي سبيل الله وحول المهرين مهرين هذا الرئيس لها سلطان طبعا لها هاي سلطان عبد الوهاب سلطان عمر طاهر وعلى لها هاي بتعو يا أم رحنا قمين انت إله لو يريمك الله بوابه أمين انت تعلم يا الله بوابه أنا وهم فوفت خرقوف عليا إلهي عدالته يا عقلك يا عبادته حق صوبيه آمين وحلي هي وح الله وح تورده وما ترنم من كل عبادته إلهي ولقى سلاس بحية كاتب أنا كهري يا سلاس بح كاتب مساجد كبح منه حتى عبادته إلهي كبح منه تو مساجد الصباح والله سلاك ورانا تكتو ولقى كرامنا له هالكي حاج عبدي هالكي سلطان ديري هالكي سلطان محمد بوتكيسة daayeen ibaadeeso intaad madaxna qabeedku ku yiri daanu madaxna qabeedka oo ku tirmaan madaxna qabeedka ku hadhay ma jirto intaa qaado weelayso hadii bidna cibaadada ilaahay loo ogow waxaan leeyahay ilaahay kii cadaaladda ku sugma ee cibaadada ku sugma ee toonta iyo dadka iyo dalka uu ahaa allah ka yeelo waxaan leeyahay soomaalina ha noolaato ha noolaato halka kii khilaafiya inaa allah ka saaro subxaana rabbika aagumaatay hay xildhibaan dheeri xildhibaanada golaha gubtida ku sii soconaya xildhibaan oday xaaji cabdikariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantii mahortaba mahadsantihiin xafladan aynu ka soo qayb galay derajo kasta uu yahay dadweyneen halkay isugu yimid wuxuu baynu u nimi dhammaanteenba boqorka aynan sultaanka aynan caleenta ku daadino saagaan waxaan ka fikirayaa in badan maanta badan lagama soo hadlo cabdulle ayaa noola jira cabdulle ka qaybga ka qaybga sultaan maxamed ma soo kaxee sultaanaada weliya saaga waxaan la horta xillaa thd kamaan ina labadii wooga soo horreeya ayagaa horta u mahadnaqayaa labadooda imaamtay maa ka soo qayb galay waayo meel walibadi abaab laga garay leer labada sultaan saa yeeleen se loo kala weeye baa laysu ixtiraama horta suldaano waxba kaama maaha intaa suldaan fadhiyee reer somalilan iyo reer soomaaliya oo fadhiyaan maxaa ah magaciisa xaaji oday cabdilla oo daasinma suldaankii abgaara qoladii suldaanka abgaar hadii la sheegada oo muqdisho muqdisho hadii soomaaliya la inaanada oo muqdisho dhammaan horta way dhan tahay soomaaliyadana diidaysaan magaca soomaalidu isugu keenyaana laakiin qolada iyada kala xajis xanuun baa na yarhaya doodda carabkaan ugu arkayna carabka iyana ugu arkayna soomaaliyada cabdinin baa ka jooga waa cumar waa xaajiga cabdiwahaab saaxiibkii weeya ee soomaali kale boqoladiinana eegaysa ma jirto umala fadhino iskumana ogolin laakiin taxanunka dadku uwadaya xabar qaar baa baalobatigin u goosteen taayabun baa muuqda anagu geesaanu leen dadka kale waa seeyi anagu geesaynu leena geesaan aan ka dayno dadka gujada aan ka dayno dalkana inaga u badan dadkana inaga u badan barakadiina waa inaga barakadana waxaa inaga qaaday inaga iska qaaday
وحين يسقى قاطع ولكن عدك السورة السومالي لأنا جيد في جيد الني تريد السورة ويسانية لما انت لتو كبن سورة وي ايجا سورة وينسلنيس وانا لقيت كلاب عيسى بياخر وحالا يا هاي وانا ذكرة استاية سومالي لأنت كان تاية حتى لا حمين حتى لا حمين حسد كان هو بتعزد فيها حتى ما قبحنا بغر كان زون غرية بغر كي يبغر كي لك سورة غري سلطان عبد الوهاب سلطان عمر سلطان عبد الطاهر وعلى اي انا ابي وصاحبها حسن كان قاعد يسوي شيء انا يبا يسوي سلطان حمد يبا بضم قوها باين راعى انا مو لاين كذا يبا الله وانا قيمة له سو انت لا عرفنا كل جوده تشوف وانا قيمة له وانا شرف له وانا حكمة له وانا قارشة ما هذا سلطان كل دين كسلطان قدوه أما هو كان نعمي الله جدوا ما هذا فعل وأمة طول هل كان أشوفته بسلطان بارد سلطان قام هاي هل كان أشوفته من الحوين رضي عندك استوى ترى استوى مزتا عندك استوى كوزو كلا عبتا عندك استوى حتى كان بحر ديار بعضنا قرص واحد يقول ديار قرص وانا أنا جرى نظير ما نقول رأس وهاي راعى بريان سلاطين تيجي بقاش حق الدولة ده هي حساب توصل له ورده وقال لك ما تكون عدرا عرب انسى قبل عاوي كم عارك هنا العظمة كم عافك هنا أظن ومتى أظن حساب وقال لك ما يبدون هو وحكا دردار يا ملك ورحمة اي سلطة قول انتو اي بغر قول انتو اي عاق قول انتو هاو عاق يما كان رعضو اما كان رعض تبدأ ريك تير مالي وعين قفضح عالية أم دوم مذاها أم كلا دورتو كوحية ومغو أم دكي جعانتو كوحية أي اللوبان وعليها وحمد غطاها نين أم دول حي سلطان أم دول حي سلطان كوي كوري إيوهينا وحققات سلطان عيدي وانا كمري سوا كل رعز يعني إنه يرسو مالنا فرعينو عرب كون وحي تبليل نغطي عين يا حسن يا وحشيت وحول تيتي العارف دواء وحتى تكون عاية محمد عظم عاية من يارك ما أريخت إني النور بني كوري عاية كان كل قضية ما تبع عاية وأنا عاية وحمد تبتلت المام كين المام يوت المام يكي توصل يوت توصل وحالا ينور ورا سكيب دينو عاية إلي عنات عن الجيدة لهي وحان كاكب حيا وقال كي تريا يا كادم وقال كي لحسن الله كادم كي ونك يا الله كادم والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلامتنا آدم وغلو مسؤولين تأنت حدا وحن آدم وعد سنة يا صدح صدح دقيقة إلى بصوب خوبان إن شاء الله بإذن الله هذا وحن ويرد يا بجهد إبراهيم نقويني الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة المرسلين وأنا أقول لك أنا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعد. سلطانك ديت هتارة. إيه كل ما يقولون. وحن ما اللي هتارة كيف هو بدنا. هدي دقت هاي. هدي رغبات هاي. هدي سناديت هاي. وأنا سي. أنا ولا إيه كل ما نقول عن هاي. بعمر الإلهي أقول. مثل كيس. يدين كيس. يدك إسلام فا إلى هاي كاريو هاو شغل سيف وقت أنا إلى هاي هبوط لي استعديتي كاهو لسيب عنيمي تبوا هيدا ويبوا أكبر يعني كيف فايد يسو وهي ولاية إيه الكفران إيه الكسرانية قاعدة قوة وعي عرقي دغنكا إيه كاهو لي إخرى الله دورتي أدينا وحفر الله سبحانه هل كان ريك إن مجا ولا أحسن؟ إيوه. أنا إذا تدعى
وأمريكا بلد الحياة هي كم وقتها مرعاها في البلها كان لك الشيء يعيد عائلتها تسوى تشيدي إلى عليه شرفت هنا المخطوطة بتلك ويسموه هي يا ريتوب نغني كلام هذا غير هاين هي ولا قال لك الشيء يعيد ووقت بن عالم القمر خاتبها مخاتبها كل عائل هو حكوتها هلا إلى هبريت سلطان عبد الوهاب انت سقطت لي نور مو على مصرس ربي كاهبي على مدرسة جهاز أغلبنا وحوي ولا قال يركب الحافظ لي وحوي قدر تقول عدالة هي النبط لبضى الروح روسة سلطان كان غير الله ونبضى نكا نبضى كوهلا كثر يا حاس عبد الوادي زمان في الولاد سيسي ما تخاتيك هو اللي نبشا وما تقول إلهي سيقول ما تخاتيك تسوى ما قرانا إنو إلهي هاتا حكاليو ما قام فيها حاس عبدي يجي سنالين تكاهو ريسي إلى سلطان بولي وحوالي قوة سبتها إلهي وحوالي نبضى السلاس لكي يقول أحلي إلهي أميران هيني إفيا خروا بني آدم في وقتي أم تخاتيك فلاي وهي هذا كان عينه والنوبي وهنقول الدردار مياه ومرعو تلك كيكتين وكان وايد مسوق قمت ومضى وقمت ما بين مخاتب نوال ما ساسي بقوي ما نسى إلهي أبو سهل إلهي أبو فضلي إلهي أبو قرسي والسلام عليكم ورحمة الله أدوى وقت يبقى يديسين أيها الله نفسي بردريا علي محمد وانا عدد وخلال ذكر الدول سواء قفصي ويقفصي سواء ويقفصي وكلا عدد في الهوية انت في الهوية انت في الهوية انت في الهوية انت في الهوية والسيدين يوم بيوح كوي باك بدوري بسم الله الرحمن الرحيم نوان ما احنا قبل خالك جوغة سلاتين تا بقرنا مدحنا قبل فوهاي بقاشا أخيارتا سياسيتا لمن تبا تدك صوت بلاي مدشا قيمة أبدا يعني ما تبو على المسألة إنه عبد الوهاب عمر السلطان عمر لمن تبو عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ومهد له نبدالية دا إيهم فوهاي بروح ضبدا إيهتم دو وناكسين نسكون من إيهتم دو وناكسين iya kalka halka iyo tulimada ay ku dhaahan tahay waxa la ilaahay ino siyaadi boqorka ama suldaanka la caleema saaray waxaan leenahay ducooyinkii faraha badnaa ee dadkii madaxda ah iga horeeyay madaxda wad iyo jeer way karaamaysan tahay ee iga horeeyay allah waa qabala ducada kii dalkiisa iyo diintiisa iyo ummadiisa faraha ka yeelay في طريق ذلك أكرر شيء هل كان لك شيء ديني سفيرة على العلاقية إيا ما كنت ريا وحوي ما تألك وحفريا وعند حفلة دلطيوة وحفلة دقامير وقاش إيا سلادين تبع فريا وقاش إيا سلادين تو وحانو قوائني كل دلميه بشد رئيس زمالة دحيد سببتنا وحوي عادل في سلطانك وهو كانك بشدة أما هذه الأسياسية هي دولدة وحليل كونها هي يسوح دولي دولد وحيدون السنة ومدى حكمتهم ومدى روحة كتلة لبضل بعض أي أي كل أي نحك كل حجدك نمك كليا أقول لحي دولد أليك ستا أقول ربي سواء يجب نكر البني بلسل هاي نكو تغاوى ايجا برغي هورا وحي كل الناس جرين اي اي رأي وحي لسي جرين وحي كون قبين صدر اي اي لسي جرين وحي سمعت موقتا اي نمان كاسو قراتا دا اي قبان اي حق بلسل كدو الميه دولة دون قولي سيدا اي سابتو ما انبه يود بياناتي لسوق قضي عارة markay arintu meelaha go'doobaniya buuraha iyo meelaha gudaha ay ka soo dadka loo diray ee labsada murtiga la diray waxa weeyaan waa naga halka fadhiyo weeyii aa
عقل يسودان وحلو الجماس هو جسيم يعقل إلى هيسي وحب ضم بيدل كرم قطان إلا وقتي ذي وبدل تفتي وحريد نسوي شيء نيا سيد هلا الله شعري نيجا سودان كا إلا على مسارو إلا إلى ليه لحوليه محوها أي حد يجي مرك هناك وحده عن أنت وحك عك جد عن أنت اللي صور وتعال لو يبى دواء سكر أنت أوه رسيد يبى تدخل على دواء سكر أنت اللي على دواء سكر أنت وحك اللي جد دواء دواء سكر مرك أنت أوه حوله وحوي نبي ودي سد لكن أنت بدك كرامة اللي يسأل يعني سكر أبيني إن لي سو قادو أي أني جنوب سو جدي يا أدي أدور ما تسدين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسينا يا سياسي وزير فرد أول صور نقضي عبد الله محمد داهر عكسي سلطان كبود سلاديتي ورقاشة من أحقابات خيبنا ليرضى كان عصرتي علماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان عبد الوهاب سلطان عمر سلام الشيخين تبقى والبرد بيين من قوة غيرها يمت قوة ابتيائي يمت قوة أبوبة تنفى كرامة لها كابرنيين تايدون لهذه بيكونا تحا من دواء بحسوسية قديق يبوشد انت يذكره منك السلطان كالليلة يمك عاقل كالليلة حلكي ساوهم وانفعا مركو يهيلين وامرتوا آمن وحل أمدو آمنين وحل أبوه آمنين إلى تهي قف قف صوت من الكريم يقف لبر هيرو يستل آمين كرو أرن كاسي وصي كرو يعني الأرن كجرت وقوين يلولي من كرو إنت أصلا من الستيش تليسي محكمة كمان بارما ستيش تليسي محكمة نوين أمسي سهاتها أو الدولة أمسي سهاتها دولة المركز أنت صوت أمير كريسون داري عبدالمت تكو واحدة من أنت مرك واحدة إلى الطاعة معناه يدبا حينة تقول تخرج وتنكر رعضه خرج كعضرك تهوص بشيك إلا أنت كان يسوى إيش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I'm going to go to the house. نیکم گوش کیست؟ و حضار دیت همیشه هدیسه. یه ابریالیگ رو خدا. مرتها این میگه اگر فوق مهارت کنی هدیسه رو وای کردن یاری. و حالی الان وقت حضار دیت همه. پیر که دوست داره رو چلی مورد کنه. و حضار میگه. گوش کیست نه؟ عمر حافظ داهر یه نعیدیم با. لباس بطل کتاب قوریه هنو نبرش بمنه بیرون. صوبار لا قفقو سانك على الجبرين الفيفي اسنوا حملانا هل كانت واحد قوة الصاع نقم وانا يسيني كي تدقوا الرياء ايسو كانا الله كامل إنا كانا لما يهو عباشي وصلاطين تساعة وصي قول من أهلنا نين بابر اللي واني ما في قولو داش اللي هو جلس كده على الصين بحاول يقلق يا بدل واني واني ما هو عيد لأهلي سلطانوين على مصارا عاقلوين وسمي السماء قطع سنو كده بابنا يا اللي بيتك يا شيرو مرح يلوك تبادو وما انت عشاها وشو عاو سمينو انت عصرية تحي ما سلامتك وحام في مردار صوفري كان بقى اللي بيدي من برسا في مرود الشيح ما انت حلو بيرو بيا ايبا مقلا يقولوا سهلين المالي ايقا كاشير رالي هوا ايقا هذا بيش نيجي وان السلام يا نبيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي ليكن واحد منكم عندنا قيلا إن شاء الله في عدد من الجلسات إن شاء الله برنامج كيني وكنت بيرفسي لهم نهين
waxaan u yeelayaa Bashiir Cabdi Xariir wasiirkii hore wasaaradda ganacsiga wasiirkeedii hore wasaaradda ganacsiga سلطان عبد الوهاب وسلطان عمر أمير الأوياشي رياض بجميلة أعدي أدوان هنتي أسبوع عني أدري أن علي الله ما حريستو سلطان كهذا يوم تعيد الشيكال يسمو سلطان كهذا يسمو ديقان بل يتطلو أنك الحياة عند سلطان يهينا كور قاح مثل لك بلابو مني هذا يسأي مركة روبو حاو بيضر روبو يا مرد طبعاً قرياني أنا تكح حاضمي وهم المتروب أنت بس بتجاك ما أبغى وعسير قرية ما في دواية قلنا به ديرت لاتين واحد شد يري أي واحد اللي طبعاً مرك حتى عجوز تام قلنا على قاله مرك قلنا يوم السكيد بس هاي شيء به ديرنا كم واحد ويا يبي كلمة دعاء يدخل طلبة ربنا درس أنا سكت حرام يا حيلا أي سكير هجارون الحيرة لا يستوى بمر بمر غيرنا لا جم خشاع تعال نروح بدي حيرة بمر بمر ما بشوفه إيه بسنا ده تسمعني تعال ما تسي وحيوم بعنا هاي تعال من عند عين قوتش سو قبضني يا بتيا شيء إسحاق خوي العودة سلطان كان وحوش بجرة إذا قالت ثابت بلا بريج حق عندنا ويرك على ما وحوش بجرة ثلاثة من الصوت وقتين ويتوا الوقت على خو ايه صوب عشيرتين حفلة بريضها قالوا له
waxaan idinka yar xigsanayaa inaynu biis si hadalka aynu u ka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.